كان ظنك محل راجل ماشي جد مستقيم مخلي باله من شغله. ابتدى ياخد مقاولات ويبنى عمارات وفي نفس الوقت يراقبها بنفسه. شريف في معاملته مع الناس، امين ان ما كانش القرش يجيله من الحلال ما يخليش يدخل جيبه. اصبح عنده فلوس كتير، لكن الفلوس ما غيرتوش، هو هو زي ما كان فقير. اخلاقه وادبه ومعاملته مع الناس صدقوني لان دايما معاه في جيبه. وانا سعيده لانه وراني حاجات ما شفتهاش. شفت انه بعد ما اغتنى ما نسيش الناس الغلابه اللي كان عايش في وسطهم، دايما بيعطف عليهم، ما يرد السائل ولا محتاج. عمل لهم مدرسه عشان يعلموا اولادهم مجانا، بيدفع الفلوس دي كلها وهو سعيد. بيقول هودي الفلوس دي كلها فين؟ ايه الفايده ان اقعد اخزن في فلوس وبعدين اسيبها واموت؟ لازم انفع بيها الناس، لازم يستفيدوا منها. ربنا اداني خير ولازم الخير ده يعم على كل الناس. وبنى مستشفى عشان المساكين اللي مش لاقيين حد يعتني بيهم. صحيح الحكومه عامله مستشفيات، لكن الاغنياء كمان لازم يساعدوا الحكومه. اذا كان كل واحد غني يقول وانا مالي، الحكومه لازم تعمل كل حاجه، يبقى محدش هيتقدم. الله اعظم، العزه والدوام لله. عمل جامع في الحي اللي ساكن فيه، اقام ركن من اركان الدين. يا بخته، يا بخته اللي بيرضي ربه وبيرضي اهله وبيرضي ضميره. ربنا يزيده من نعيم الله. لبستوا كلكم؟ طيب انا هبعت لكم العربيه مع عم ابراهيم. انا مش عايز اشوف حد في الحفله اجمل من مرادي. مش بس مراتك، ولا زي حماتك، ولا زي بابا كمان. البدله لايقه عليه قوي. طيب يا فريد، ارفار. فريد هيبعت العربيه. سوسن يا بت يا سوسن، عاوز منها ايه؟ عاوزها تجيب ايدي الهون. تعمل بيها ايه ايدي الهون؟ ادق المسمار اللي في الجزمه. يا راجل اتنجر، بلاش فضايح. اجري يا بت هات ايدي الهون. ايدي الهون؟ ايدي الهون، امشي اجري. قلت لكم خلي العده بتاعتي كانت تنفعني في وقت زنقه زي دي. قلتوا ده عيب، ده ما يصحش. ما تبعتها لواحد جزمجي يصلحها يا بابا. هو انا ايه؟ سقه؟ مبيض نحاس؟ وانا يعجبني حد من الجزمجيه بتوع دلوقتي؟ يعني لازم تدق المسمار بايدك يا سي مسعود؟ عمرك مش هتترقى يا صرماطي. يا وليه فهميني، دي مساله غيه. انا كنت فاتح الدكان ليه؟ غاوي، غاوي الجزم. يلا بقى يا جماعه، زمان العربيه جايه. هي الحفله الساعه كام؟ 9. اتفضل يا سيدي. اقلب دماغنا بقى. لا انا هقلب الجزمه واخلص اهو. سلام على الجزم، سلام على الكرم، ايه ده كله؟ سلام يا سلام، سلام على الكعوبه. ملك الست اللي مشيت دي كعب جزمتها هينكسر. يا راجل اتلم. هو كعب الجزمه اتكسر. مشكله، هنصلحه ازاي هنا؟ تعالى هنا، رايح فين؟ خدمه انسانيه، هتقول لها الكعب. يا راجل اتلم، بلاش فضايح. في الحقيقه حفله هايله يا فتحيه يا نانا. فريد مش ممكن يعمل حاجه وحشه. انت يا شكل العروسه يا كل حاجه كويسه يا فريد، بس العيب الوحيد ان الواحد مش عارف يشربه كده. يعني ضروري؟ الا ضروري. يا مدحت ما تنساش انها حفله خيريه، وانا ما احبش الجمعيه اللي عاملها تكسب فلوس من الخمره ولعب القمار، لان الفلوس اللي تيجي من الطريق ده ما فيهاش خير بالمره. انا ما احبش استغل في عمل خيري الا فلوس جايه من الطريق الحلال. حاكم الجلد ده على انواع، في باكيتا وامريكاني وشموال. باكيتا يا ست اللمانتي معمول من جلد الجاموسه ولا مؤاخذه، والشمواه معمول من ال مبسوطين؟ إلا مبسوطين. ده في هنا شوية جزم. سي فريد ده يعجبك؟ عمركش شفت حفلة زي دي ما فيهاش لا خمرة ولا قمار؟ تبقى حفلة نموذجية. فيه؟ ولا فيش رقصة حلوة الواحد يشبر بيها عينيه؟ في هنا كويس هتسمعوه دلوقتي. وأنا متأكد إنه هيعجبك، أنا اخترته بنفسي بمناسبة جمع تبرعات للحفلة الخيرية دي.